بعد أن كانت مكبًا للنفايات ومنظرًا لا يسر المارة، تحول هذا المكان إلى مساحة خضراء ليضفي طابعًا جماليًا للمدينة. يأمل الأهالي أن تتحول بقية الأماكن المهملة إلى أماكن خضراء بدل الإهمال وجعلها مكبًا للنفايات. نعتبره يعني هذا كأنه جنة هنا، ولكن المناطق الأخرى كلها نفايات وأزبال وترمى في نص الشوارع، وهناك أيضا مكانات تتجمع فيها الأوساخ والأطيان، وحتى المنهولات مملوءة بالأوساخ. تحاول بلدية الديوانية وبعد الانتكاسة التي مرت بها خلال الفترة الماضية أن تعود إلى صلب عملها في إطلاق حملة لتشجير الجزرات الوسطية والأرصفة والأماكن العامة بعد سنوات من إهمالها، لتعيد لها رونقها من جديد. هبت كوادر بلدية الديوانية للقيام بحملة موسعة لتشجير جزرات الوسطية لإضافة لمسة من الجمال تضفي للواقع الخدمي لمسة جميلة، وبقيام بتشجير الجزرات الوسطية وفتح مناطق خضراء كانت مهملة ومكب للنفايات، مع تأهيل حدائق كانت مهملة. أصناف متعددة من الزهور والنباتات كالأكاسيا ونخيل الزينة التي تلائم الطبيعة والأجواء العراقية تم زرعها بطرق علمية وتصاميم هندسية في شوارع المدينة والجزرات الوسطية والساحات المهملة. تعدت شعبة الحدائق خطة لزراعة الأشجار في الجزرات الوسطية وفي الحدائق العامة والمتنزهات، وشملت الخطة زراعة أشجار النخيل الكناري وأشجار الأكاسيا وزراعة الورود الموسمية لإعطاء جمالية أكثر للجزرات الوسطية. ويطالب سكان الديوانية أن تكون حملات التشجير هذه لا تقتصر على الشوارع العامة، بل أن يكون لأحيائهم نصيب منها. بينما تستمر حملات التشجير بالداخل، فإن وزارة الزراعة مطالبة هي الأخرى من قبل السكان أن يكون لها دور في إنشاء الأحزمة الخضراء في محيط المدن العراقية. ميثم الشباني، الحرة، الديوانية.